نروحوا لبيتنا بالقاسم من بيتنا. أهلا بك. السلام عليكم الأخ وعليكم عادل، السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم ومن جميع طاقم المغاربية المنبر الحر للأحرار. يا أخي هنا أدلي بشهادة هذا أخي بالقاسمي فريد، قتل هو وثلاث زملاء ربي يتقبلهم إن شاء الله، وحتى في الدين تاعنا اليوم راح نتكلم بالعامية، في الدين تاعنا يقول الأسير لا يقتل، يعني تحكمته هذا الأربع شبان هذو يعني ما يتجاوزوش 20 سنة، هربوا وتضربوا في واحد الحي، حي بارك فراج، في جراج في ميراب، ضربوا في الجراج لحقوهم وتم قتلهم، يعني عنوة يعني تصفية عرقية يعني اللي فيه الرائحة، رغم أنه ما دار والو، هذا كيف دار، هما اللي هربوه، جاني للسجن أنا مسجون، جاب لي القفة، كي خرج من السجن الداوة ضربوه وزادوا قاعدوا يتبعوا فيه في البيت حتى نهرب، هرب الجلدة تاعو، صارت له هذه المشكلة هذه، قتلوهم في ربعة في جراج، ربعة لم يجد، كاين مشهود حسان، كاين معرف، كاين بالعباس، وكاين بالقاسمي فريد المدعو مبو. هذا الأخ نتاعي، هذه تسمى قتل خارج الإطار القانون. زيادة على ذلك يا أخي، أنا أوافق، وكنت نسمع في الحصة تاع البارح، أن أوافق الأخ تاع خنشلة اللي تكلم، أوافقه، سأعرف المحافظ تاع الشرطة غسكيل الصادق، إنه لم يكن في الشرطة، كان في التعليم، كان في التعليم المتوسط، وأنا الذي كنت أسير ملفه المهني، أنا اللي كنت أسير في الملف تاعه، ومن بعد دخل الشرطة، دار ما دار في بيتنا، ومن بعد انتقل إلى خنجرة، وهذيك الشهادات الحية اللي لقاها أنا راني زاندو فيها، ونوقف معاه وقفة رجل. هذه يا أخي عادل. أما بالنسبة لخالد نزار فرفع الحصان عليه، فهي حق الجزائريين وانتصار للجزائريين، من حق باش ترفع عليه المحكمة الدستورية، المحكمة السويسرية ترفع عليه الحصانة ويحاكم ويروح، إذا كان بريء يبرأ نفسه ويجيب المجموعة تاعو، وسيجر إن شاء الله المجموعة كامل، وإن شاء الله الحق ما ضاع حق وراءه طالب. بارك الله فيك، مشكور الأخ بالقاسمي من باتنا، نشكرك جزيل الشكر على هذا التدخل. سيدتي سادتي، كانت قضية اليوم قضية مأساة وطنية عاشها الشعب الجزائري بكل شرائحه، مخلفة آفات لا تزال واضحة وضوح الشمس، ومع محاكمة الجنرال السابق خالد نزار ينتظر معظم الشعب الجزائري أن تكون بادرة خير تتلوها محاكمات عادلة لمجرمين آخرين متخفين، لتقوم البلاد على قواعد عادلة لدفع عجلة التقدم والازدهار قدما. إلى هنا نأتي لنهاية حصة اليوم، أراكم بخير في مواعيد أخرى بحول الله.